لما نقول God was responsible أو مطابق للقرار ده سيبني مين؟ كارل ريسبيريتور سيستم. دايما انا هتكلم ان ريسبيريتوري او ريسبيريشن والباسكيا مرتبطين ارتباط بسيط ببعض لو اتكلمنا قبل كده وقلنا ان هما ايه؟ ما ينفعش يبقى واحد شغال كويس والتاني شغال ايه؟ بصوره مش كويسه لان هيأثروا على بعض. خلاص؟ لان الهدف والغايه الاخر انهم يعملوا اكسجينيشن للارض. الشغلانه كلها الاكسبلوريشن بتعمل اكسجينيشن يجيب اكسجين والباسكيا او البادي ده يشيل وده لغايه ايه؟ الاكتف تيشو او الاكتف مصر. ده الهدف. لو الحبل اتأثر وفي خلل واحد من الاثنين هيحصل ايه؟ خلل في الدماغ لان في تفاعل الدماغ بتاع البطن. طيب لما تشوف انت البصر سيستم هتعرف ان هو مهم عشان حاجات كتير منها اللي هو بيعمل ايه؟ الاكسجين نيوترنس الديفرنت سيل اكتش في البطن. اول وظيفه مين؟ كان البصر سيستم. ثاني وظيفه بتعمل لك ايه؟ البيت البطن تمبريتشر والبي اتش والفلويد بالانس. خلاص؟ ثالث وظيفه دي بروتكت البادي فروم بلاد لوس اند انفكشن. خلاص؟ بحافظ على البادي ان ما يحصلوش بلاد لوس وايه؟ انفكشن. طيب مين بقى المين سيستم او المين اورجان في الكارد باسلر؟ الهارت. خلاص؟ القلب. طيب لما تيجي تبص على الهارت عباره عن ازاي؟ هو في حجم الكلينش ايه؟ هاند. خلاص؟ حجم الكلينش هاند. طيب الراجل ده الوزن بتاعه كام؟ 250 250 ايه؟ هو مش 200 ونص كيلو، مش بيعمل ايه؟ نص كيلو بس من غير ما تضربش ريتش. طيب الطول بتاعه 12 ل 14 سم قال لك بيبيت 70 مره خلاص تقريبا في الدقيقه. خلاص؟ وفي اليوم بيبيت كام مره بقى؟ 100,000 مره. بيبيت كام في اليوم؟ ما يقرب من 100,000 بيت. بينقبض 100,000 انقباضة ايه؟ في اليوم الواحد. عشان كده دي العظمة بقى انك انت تشوف حاجة قد ايدك هي مقفولة بتبيت 100,000 مرة في اليوم وتشوف هتبيت كام يوم على حسب بقى عمرك اللي هتريجو. خلاص؟ ومكفيك على حسب انت لو جبت الكارث او اي مكنة او اي موتور وخليته يشتغل بالشكل ده اللي هيحصل فيه؟ يعني 100,000 بيت ولا 100,000 لفه ولا في اليوم مش هيكمل معاك حاجه. هيبقى هيحصل ايه؟ خلل. هيحصل خلل فيه. عشان كده لازم نراعي الحاجات دي لما كنا بنتكلم هي هتشتغل لازم نحافظ عليها بصوره كويسه لغايه لما ايه؟ وبعدين هيجي يعني. خلاص احنا هنبدا نتحاسب عليها. فاهم؟ هتحاسب عليها بصوره كبيره جدا. خلاص؟ طيب. أناتومي وصراحة لما تبص على الأرض عبارة عن كام شجرة؟ أربعة اثنين أكثر من اثنين. خلاص؟ طيب الرايت بارت أو الرايت بارت احنا بنسميه بيضخ البلد من فين لفين؟ بيضخ البلد من الجزء إيه؟ صح كده؟ والليف بيضخ في الأرض يعني الهارت بيستقبل بيبقى سنتين ويبدأ يضخ فين؟ في البالونة هارتس عشان يبدأ يحصل له إيه؟ أوكسجينيشن يرجع على الليف تنتكر وبعد كده يبدأ يضخ فين؟ والاورطه خلاص هنبدا يوزع على كل مين؟ البطن. خلاص ده بالنسبه لمين؟ لا ده بتاع العرض. طب قال لك الاكل والفيتكل بيفصلوا ببعض عن طريق ايه؟ البطن. صح كده؟ طيب البطن بنسميها الاكل وايه؟ بندير لك بطن. على الرايت سايد بنسميها الترايتاسل بطن. بنسميه ايه؟ الترايتاسل بطن. على الليفت بيبقى الرايتاسل او بنسميه الميترال ايه؟ بطن. خلاص؟ لكن في بداية البالونة الأرض إيه في بالب برضه؟ بداية الأرض دي إيه؟ بالب يبقى اسم اليومر إيه؟ بالب عند الأرض اللي بنسميها أرض إيه؟ سيميليومر عند البالونة بنسميها بالونة إيه؟ سيميليومر خلاص؟ وطبعا احنا متفقين إن البالب يبقى في اتجاه إيه؟ واحد بتفتح اتجاه وأحوال بيرتش يعني لو طلع في اتجاهين بيبقى ساعتها بيحصل حاجة اسمها ريجيش مش حاجة اسمها إيه؟ ريجيش خلاص هتبقى مثلا جاية في البطن ماشي؟ وهي ساعتها بنقول بقى ان البعض حصل فيها مشكله لو بدا ينزل تحت خلاص اول ما يجي الفنت اللي انقبض يبقى فاتح المكان اللي فوق مفيش وقت ضغط تاني بيرجع على مين؟ على الاكل ماشي؟ ساعتها بنسميه ايه؟ الجيش وبتسمعها في السماعه خلاص؟ يعني صوت البعض اصلا بتتقفل
لان بدا الغرب يفتح من فوق وشويه ده معين راجعين معاك تاني خلاص. دي ساعتها بقى بنقول الغرب في مشكله وبتدخل عمليات بقى ومعاك ده غيروا مين؟ الغرب. ده غيروا مين؟ الغرب. لان عمليات القلب وصلت لتطور كبير يعني وصلنا لحد ما نعمل حاجه اسمها هارت ترانسبلانتيشن. يعني ايه؟ هارت ترانسبلانتيشن تمام؟ لما نيجي نبص على الدنيا الجائزه البلط او البلط سيستم اول حاجه بنسميها دي ستروك وبوتاجاليس وبوتاجاليس. قال لك بكميه البلط البيتيجنت اوف 1 بيت خلاص او في 1 كونتراكشن. كميه البلط تطلع من الهرم هو ايه؟ 1 كونتراكشن او 1 بيت بنسميها ايه؟ ستروك بوتاجاليس. بنسميها ايه؟ الصوت الجامديه بقى اعتمد عليها حاجات كتير جدا، الريح اعتمد على حاجات دي كتيره جدا. طيب تعال بص على الدنيا كلها ونشوف مين بيقوم بيقوم بيه. لان الاستوريك الاستوريك كميه البلد الموجوده في الفيتريك في نهايه ايه؟ الاستوريك. يعني ايه الاستوريك اصلا؟ بالظبط اللي هو الريلاكسيشن بتاع الهرم او الانبساط بتاع مين؟ الهرم. كميه البلد عايز الفيتريك في نهايه الاستوريك بنسميها ايه؟ الاند هيستوريك بوليوم. الاند هيستوريك بوليوم يبقى كميه البلط الموجوده بعد ايه؟ بعد الكونتراكشن. خلاص بعد مين؟ الكونتراكشن في حاجه السيستم تمام؟ طيب الاستوريك بوليوم بتساعدني كميه البلط اللي بتيجي فروم ذا فنتريكلز اتش بيت وظهر. الهارت ريت نمبر اوف هارت بيت بير مينت او هارت سايكل بير ايه؟ مينت. البريلود يعني ايه بريلود؟ ريلود يعني ما هو ما قبل الكونتراكشن. معنى الريلود ايه؟ ما قبل ايه؟ الكونتراكشن. اللي هو بيكون كميه البلد ريزيرف تو ذا هارت. دي نفس الحكايه. يعني الهارت قبل ايه؟ الكونتراكشن بنسميه. وده كل ما بيزيد هيزيد مين؟ الاسترونج. كل ما تجيلك دي نفس الحكايه كتير هيزيد مين معاك؟ الاسترونج كل يوم. دي نفس الحكايه بتاعت قليل، الاسترونج بتاعت ايه؟ قليل. خلاص؟ الايجيبشن فراكشن ذا بيرسنت اوف ان ذا هيستوريك فوليوم ذا ايجيبت فروم ذا عرب. دي ليها معادله هنعرفها دلوقتي. خلاص ليها معادله هنعرفها ايه؟ طيب قال لك امار اوف بلاد ايجيبت فروم ذا عرب هو هيستوريك فوليوم. خلاص بيعتمد على مين؟ اول حاجه فوليوم اوف بلاد ايجيبت فروم ذا عرب هو الفيرست ستين او البريلود تمام؟ ثاني حاجه الفورس اوف كونتراكشن خلاص قوه الايه؟ الانفراد. طيب الريزيستنس بريزنتد تو ذا كونتراكتنج كونتراكتنج فيرتيكال هل في ريزيستنس ولا ايه؟ ولا لا بنسميها اكثر لود. يعني ايه ريزيستنس؟ انا عندي ضغط الاقي عندي البلاد بريسس حصل فيها بايس كونستريكشن خلاص دي معناها ايه؟ ريزيستنس زياده خلاص؟ لا لو حصل في بروبلم لا ينتج معناها كده الريسس بتاعك ولا ايه؟ ده بنسميه الاكثر لود. ده بنسميه مين؟ الاكثر لود. طيب عشان كده دايما بنقول ان مثلا الناس المدخنين او الناس الضيقين او الناس الوبيس بتبقى عندهم مشكله بتقرا ايه؟ او مصر اسيستنت. ليه بقى؟ عشان بزاف ريزيستنس. يعني كل ما يكون انت مدخن او عندك دهون كتيره خلاص بيحصل عندك ايه؟ حصل سكليروز خلاص تصلب الشرايين. يعني ايه تصلب الشرايين؟ يعني قدره الشريان او الاوعيه عموما انها تصلها او تنتشر ايه؟ هتقل لما بتاخد الاسيست بتاعتها. فمع كده بزود دي مين؟ دي حاجه، الحاجه الثانيه بزود هاي بزود بلاد بريشر. ليه؟ لان انا عندك حاجه بتاخد دم لو البلاد بريشر زعلان كل ما تحصل له ديفيجن كده البريشر بتاعي يبقى مظبوط. انا مش قادر وجاي له كميه دم كتيره اللي هيحصل البريشر بتاعي هيبدا ايه؟ يزيد. البريشر بتاعي هيبدا يزيد. خلاص؟ ونقدر نقول المشاكل بتاعت الهارت ديزيز اللي بنشوفها كتيره جدا مع الناس الكبيس او السموكرز. مع الناس الكبيس او ايه؟ او طبعا ما حدش لو حد بيدخن يقول لك انا بدخن ما بيحصلوش حاجه خلاص ماشي ما بيحصلش حاجه دلوقتي بس قالوا له اللي هيحصل حاجات مش حاجه قالوا له دلوقتي هيحصل لك ايه؟ حاجات مش حاجه يعني الكلام ده يا جماعه بشوف كتير جدا عيال الدايبيتس لما دايما عيال الدايبيتس لما يجي حد عنده سكر وبيدخن دايما الاختيار بيقوله او مثلا بيقوله سلك مكتوب يقول لك هو يوم سكريت خلاص اختار ما بين سيجارتك ومين؟ واللب بتاعك. انت بتسكر مع التدخين انت داخل الطياره مين؟ على الباسكت بتضرب هتدخل بقى في الالسر والحمام.
الكونديشن بتاعها عشان خدت الفصل الايه ما فيهاش اي سكينه تمام. فيا ريت يعني الناس اللي بتدخل تطلع عن التدخين او اللي حواليها بيدخل يحاول ان ايه يبعد عن التدخين خلاص لان هو عافى وعارف وعلى سريعه خلاص. يمكن الفتره اللي الايام دي لما بيجي نبص كده المدخنين خدنا فتره فعلا اللي فاتوا كان العالم بدا ايه؟ يقل الناس ما بتدخنش كتير كان شباب ما بتدخنش كتير دلوقتي الفتره خلصت دي لسه ترجع تاني بزياده ما بتفهمش منهم طيب. لو تيجي تبص على السوق كله يا جماعه تحسبه السوق كله ده بيساوي ايه؟ كمية النقد الضبط بتساوي ايه؟ الان ده يستوي كله كمية النقد الموجودة في البيت اللي في الاخر ده يستوي ناقص كمية النقد الموجودة فين؟ في الهند في حياة السيستم مش هم بتوع دول؟ يعني أنت عندك كمية نقد حطيناهم في الهرم خلاص؟ بعد كده رحت عامل إيه؟ انخبطت طلعوا كمية وفضلوا كمية صح؟ أطرح الكمية كانت موجودة أصلاً من الكمية اللي جاية هيطلعها في الكمية دي اللي خارج ده مين؟ ده السوفت وير السوفت وير في الأساس بيساوي مين؟ الهند بيستلم ناقص مين؟ الهند سيستم يعني لو انا قلت لك مثلا انت سيستم كان 130 والان سيستم كان 30 وانا اطلع عامل 30 خلاص يعني دي كام؟ 70 ده معناه ستوك ايه؟ دولي ده معناه ستوك دولي. طب ما تجيش شكلات انا عايزها جوين بتساوي ايه؟ بالذات بتساوي ستوك دولي على الان ده سيستم 100% بتساوي ستوك دولي على الان ده سيستم دولي يعني البنسل بتاعت الوقت اللي طلعت كام في المية؟ يعني الهارت بتاعك بيقدر يضخ كام في المية من كمية مرض الايه؟ اللي كان يعني ده معنى مين؟ الريجيكشن فريكشن خلاص؟ هو بيساوي السلوك بوليان على الاندر سلوك بوليان في المية. لو حسبتها من مرض دي مثلا يبقى الاندر سلوك السلوك بوليان كام؟ 70 على 130 في 100 70 على 130 في 100 خلاص؟ ده هيطلع لي نسبة للنقد اللي هيحصل لها ايه؟ ريجيكشن خلاص 1 بيت خلاص وكل اللي ما تزيد نسبه دي كلها حاجه كويسه ولا مش حاجه كويسه كل ما تزيد نسبه كلها حاجه ايه يبقى النقط بتاعك شغال ايه نقط محترم خلاص وعلى اساس انك بنحدد مين بقى قوه العرض الاقل يقول لك عرض مش شغال بنسبه كام 30% 40% 50% خلاص ده بيحدد على غالبا على مين على الفيكتور خلاص على دي تاني ريتش طيب جاردك اوتبوت جاردك ايه اوتبوت يعني ايه جاردك اوتبوت اوتبوت معناه ايه الاخرى خلاص يعني كذا لو كنت بتسمع بيقول لك ايه هي كميه اللط اللي بتخرج ايه بيقول لك فين مفتعل بمعنى ايه كميه اللط بتطلع فين في الدقيقه الواحده كميه اللط بتطلع فين في الدقيقه الواحد من غير تطلعوا من حاجه كده هو السوق كوريوم تبطلي هو السوق كوريوم في مين؟ تبطلي هو الحق الضرب في مين كام مره في الدقيقه وضرب في مين؟ في السوق كوريوم طلعنا في مين؟ جارد او ضرب خلاص؟ طلعنا مين؟ جارد او ضرب يعني جارد او ضرب معتمد على حاجتين معتمد على السوق كوريوم ويعتمد على مين؟ كل ما يزيد السوق كوريوم هيزيد جارد وكل ما يزيد الهارد ليك هيزيد مين؟ جارد او ضرب بروجرام في الايجيكشن وان بيت في الدقيقة الواحدة خلاص لكن ده في عدد البيتس في دي يعني مثلا لو الهارت بي بي 12 مرة في الدقيقة خلاص يبقى 12 في السوبر بروجرام خلاص لكن السوبر بروجرام هو في المرة الرابعة السوبر بروجرام ايه؟ ده في المرة الايه؟ الواحدة طيب يقول لك انت اصلا في الطبيعي جدا عندنا كام متر ما بدل من الفصيلة أصلا؟ خمسة خمسة من خمسة إيه؟ من ستة لتر لأن أنا بفضل إيه اللي عامل يلف ويطلع ويروح ويجي ويروح ويجي وشغال خلاص صمم سيميليشن وأنت ولا بتاعي تمام ده كل اللي هيحصل أبزورشن الأكل بتاعك كله يتحول وبعدين تقول لك
ويروح خلاص. هم كلهم من 5 كام؟ 5 ونص 6 لتر، هم 5 لتر 6 لتر موجودين في الايه؟ في الضغط. هم اللي بيحصل لهم ايه؟ روتيشن. هم اللي بيحصل لهم روتيشن خلاص؟ يعني يا دكتور انا بالنسبه لي لو حد عنده هيموليت بتصرف معاه ده، طب الناس بتصرف معاه ده طوارئ، يعني ايه طوارئ؟ طوارئ يعني حد عنده نزيف داخلي مثلا، عنده نزيف في اي مكان، وصراحه يقف، ده بنسميه على الطوارئ. لازم تقف اول حاجه تفكر فيها، صح؟ مش اول حاجه لو حد عنده مشكله او عنده هيموليت الناس بتفكر في مين؟ الوقت فين؟ هم كلهم 5 لتر هيخلصوا. هم كلهم كام؟ 5 لتر هيخلصوا. يعني الناس تبدا تركز في القصص دي كويس جدا، الواحد حتى بيشوف ساعات ناس تصرفاتها غريبه، ده حتى بينزل وزايد وبينزل. الفرد اللي هم كلهم بالظبط والله 5 لتر، لو زدت شويه كده لو مثلا خصوصا بقى لو كانت بيتصرف فيها دي ارتري، يعني ارتري دي تاثير الارتري حاجه زي كده، لازم تتصرف معاه وتعمل له تاثير وتوقف النزيف ده باي شكل. لكن انت لو زدت نص دقيقه هتعمل ايه؟ مع السلامه. راح. خلاص؟ عشان كده اي حد بس عنده صور فاطمه وتهجير من حد على طول بيفتحه بيعملوا بقى اكسبوريشن اوبريشن، عامل استكشاف من غير ما يدخلوا شعار اي حاجه. خلاص لان عمليات لازم تتحول ايه؟ بسرعه. فلو بقول لك مثلا كارت باسبورت، لو كان الوزن كله عندك خلاص، او لو كارت باسبورت عندك كان 6.4 لتر، دول ايه؟ اللي هم الكل ال اطلع في الهارت ريت بتاع كان 64 بيت بير مينت، 64 ايه؟ بيت بير مينت خلاص؟ والسلوك جولي بتاعك كان كام بقى؟ بيت مينيمم بلط، السلوك جولي كان كام؟ بيت مينيمم بلط، فالثلاث دول بتساوي ايه؟ السلوك جولي اللي هم كام؟ 100 كام؟ 64 فبالتالي هتجيب 6400 مينيمم، 6000 ايه؟ 400 مينيمم اللي هم كام؟ تقريبا 6 لتر و4 معاك. هما اللي بيحصل لهم ايه؟ ايجيكشن فين؟ في الضيق، الضغط اللي هو بتاع كام؟ 6 لتر و4 ونص. حتى بتبص كميه النقط ده بقى ايه؟ وربع او خمس وايه؟ خلاص؟ اللي موجودين عندك خمس ربع. هما اللي بيضخوهم فين؟ في الضيق الواحد. هي مضخه كبيره، هي مضخه ايه؟ كبيره، الحرب المجهود اللي بينزل في الحرب حاجه مش ايه؟ مش قليله، فلازم تحافظ عليه. عشان تحافظ عليه لازم على الاقل تمشي 150 دقيقه في اليوم بصوره منتظمه. سوري في الاسبوع. 150 دقيقه في الاسبوع ايه؟ بصوره منتظمه، حتى نص ساعه على الاقل في اليوم. خلاص؟ لمده 5 دقائق. اكل ومتعه، تحافظ على مين؟ على الارض بتاعك، على الارض فانكشن. والمشي نص ساعه بايه؟ نص ساعه كامله مش تمام. كام شيء كتير رايح؟ رايح خلاص. هو الضغط ده بيغذي كل الجسم، هو مين بيغذيه؟ الضغط هو خلاص، هو اللي بيغذي نفسه عن طريق مين؟ الكلوري. عارف الناس اللي هم بيطلعوا فين؟ من الاورطه، لما بيطلعوا اول حاجه بتطلع من فين؟ من الاورطه، ودول عباره عن تو ايه؟ ارتي عند رايت وعند ايه؟ ليفت. الرايت بيغذي الرايت والليفت بيغذي الليفت خلاص؟ خد بال حضرتك انك انت السيركيشن مهمه جدا. هي يعني بتحدد فرصه الكونتراكشن. هي يعني بتحدد مين؟ فرصه الكونتراكشن، وكل ما حركت اكسجين الهارت مثلا او الكارديك ماس اكسجين. ولو ترانسفير الكونتراكشن كانت هتبقى ايه؟ قويه. لو حصل مشكله في الكونتراكشن هتاثر على مين؟ على الهارت كونتراكشن، هتبتدي تاثر لك على كل السيركيشن. خلاص؟ ودي غالبا بتحصل فيها المشكله الكبرى. دي بتحصل على اساس كروس مين؟ الكرونيرز خلاص بتحصل فيهم ايه؟ نوميتي خلاص وبتدي بيسمع عليها في الغلطه في القلب، يعني بيغلط في القلب ايه؟ في الكرونيرز خلاص؟ الكرونيرز نفسهم بس هيحصل فيهم ايه؟ خلاص؟ او في الترنشات بتاعتهم. ماشي يا شباب؟ فبالتالي بيدخل يعمل حاجه اسمها ايه؟ كابج، بيسمع من حاجه اسمها ايه؟ كابج اللي هو الهارت، ويبدا ياخد المستخلص في الهرمون سفرنس ياخد ايه؟ جرافيكس، ويبدا يزرعها في الهارت عشان يبدا ايه؟ يغذي الهارت بشكل كويس تاني. عشان بنسميها لون هارت او بنسميها الكابج. الكورونا دي ارتي باي باس كمان سيل خلاص؟ او جرافيكس. ده معنى ايه؟ ده الكابج خلاص؟ طيب. قال لك
during the contraction لما يحصل contraction تمام هيحصل ايه في الفلو الهاتري؟ لان ده في اب وتعمل ايه؟ كونتراكشن فبالتالي كميه البار فيهم ايه؟ هتقل خلاص وديرنج ذا ستور او ريلاكسيشن اللي هي بتعرف مين؟ البار فلما تيجي تبص على الكوارث هتلاقي الكوارث سيركوليشن بتقل ديرنج من ايه؟ الهارت كونتراكشن والستور وبتزيد ديرنج مين؟ الدايستور خلاص؟ طيب نيجي نشوف الكونتراكتيفيتي بتاعت البار لما نسمع كلمة كونتراكتيفيتي أو تقرا هارت كونتراكتيفيتي يبقى إيه؟ الفورس أوف كونتراكشن خلاص؟ بتاعت المصر الفورس أوف كونتراكشن بتاعتك إيه؟ المصر لما تشوف الأفتر لود هو الريزيستنس اللي موجود في سيناريو شوية أو بنسميها بريفرال ريزيستنس لمين؟ للبلانت البلانت ده موجود أما هارت كونتراكتيفيتي إيه؟ إليزي فاندوليت ماي بار ده نفس الكونسامشن معناها إيه؟ في ميت الاكسجين اللي بيستخدمها او بيستخدمها الكار في الوسط بدون مين؟ كونتراكشن بدون مين؟ كونتراكشن بنسميها الكار ايه؟ اوكسجين كونسامشن تعتمد على مين؟ على البرايمري سيركيوليشن تعتمد على مين؟ على الفرصه بتاعت البرايمري ايه؟ سيركيوليشن لو تيجي تبص في الدولارز خلاص ده رايت ده ليفت لو ينفع بيغذي بقى كل الميكروب بيغذي كل مين؟ الميكروب طبعا يا جماعه في ناس تدفع الجراحات المفتوحه انا دخلتها مره كده في ماشين تقدر تبص عليها الحاجات اللي انت مخلص ليه؟ الشغل بتاعتك دي خلاص يعني ان شاء الله السنه الجايه باذن الله تعالى ايه؟ نخش نوديله بقى الغرفه بتاعت لو مرض سيرجي ومستشفى جامعي حاجه كده دكتور حاجه كده ايه؟ حاجه واحده خلاص طيب فالبريد برضه الاكسجين ده زي ما قلت من شويه الكوري الارضي هيحصل لها او بعدين دول مين؟ استسلو بعدين دول مين؟ دايستو فالكونسامشن ده كله او اليونس او البلد سبلاي للارض بيروح دول مين؟ دايستو خلاص انا في الريلاكسيشن بيجي البلد كتير عشان ابدا اهيئ نفس مين؟ في الكونتراكشن عشان ابدا اهيئ نفس مين؟ في الكونتراكشن قال لك طيب معنى كده يا دكتور كل ما تزيد فورس تحت كونتراكشن خلاص كل ما هيزيد مين؟ البرايم سيركوليشن ليه بقى انا وبضخ البلاد رايح فين؟ في الاورطه والاورطه هتجي مين؟ في البرايم فالبرايم سيركوليشن معتمد على مين؟ على الباور اوف كونتراكشن والباور اوف كونتراكشن معتمد على مين؟ على البرايم سيركوليشن في علاقه طرديه بحته علاقه ايه؟ علاقه طرديه ايه؟ بحته يعني معنى كده ان البرايم سيركوليشن او الفرصه بتاعتها معتمد على مين اصلا؟ على السيركوليا خلاص؟ والسيركوليا هو اصلا معتمد على مين؟ على الفينوس ريتين هي شبكه كلها مرتبطه ببعضها يعني كل ما في الفينوس ريتين كل ما عايزين مين؟ السيركوليا بشرط ان الكونتراكتيف بتاعتها تبقى ايه؟ كويس خلاص؟ السيركوليا اللي بتاعتها عايزها تبقى ايه؟ سيركوليشن فبتاعتها بس النقط ايه؟ بصوره اعلى فالكونسامبشن بتاعتها معتمد على مين؟ على الفرصه خلاص؟ وبعتمد كمان على الريزيستنس الافتر لود خلاص؟ انت لو عندك مشكله في الكولينز دول او فيهم اسيستولوز او فيهم دي خلاص؟ بدا يحصل لهم ايه؟ يديهم مش هتعرف تجيب لك البلد ايه؟ يديهم لان صح كده مش هتقدر تعمل فيه بازو فيريفيشن تمام؟ طيب يعني ايه الريت بريشر كونتاكت؟ دي هي بقى اللي بيحسبوا فيها السيتويشن بتاع مين؟ الكوالز خلاص فهي بتساوي بقى السستين بلاد بريشر تمام في العرض ايه على 100 السستين بلاد بريشر في العرض ايه دي على 100 يعني هو السستين بلاد بريشر ده بيديك ايحاء على 100 او الناس ال 100 الفرصه تتراكش كل ما هيزيد ده معناه ايه الفرصه تتراكشن ايه زياده خلاص بس دي بتزيد مين نورمال والله ده كان بتاعنا 120 اجل كام كان اقصى حاجه وصلتها كان قبل ال 140 يعني تسع مرات خلاص بعد ال 140 كده عندك ايه؟ اي وقت كده عندك ديزيز عندك مشكله خلاص لان هو كل ما عايز اجل ما عايز بتاع 120
كل ما يكون عندي لاند ستريك 120 كل ما يكون الطباعة مين؟ على الهارد شغال بسرعة ايه؟ وكويسة أو السيفال سيستم بتاعي كويس تمام؟ تمام طيب كل ما هيك ستريك 12 هيكون أفضل تمام؟ وغيره في الهارد ريت وأسمع على ليه ده هيديني انطباع إن الجوانب كويسة خلاص؟ يعني الهارد بتاعك أنت ايه؟ كويس الغزة كويس وفرصة الغشة بتاعته ايه؟ كويس خلاص؟ لما تيجي تبص على الباستر سيستم هو الباستر سيستم بتوع مين؟ ارضي ومين؟ صح كده؟ الارضي ده بيشيل مين؟ بيشيل الارض معاه ده خلاص؟ طب وفي فرق في الارضي؟ ما فيهوش ايه؟ فرق في الارضي ما فيهوش ايه؟ فرق تمام؟ يبقى الراجل شغال تقريبا مع مين؟ اغلب الاحيان شغال مع مين؟ مع المكتب اغلب الاحيان شغال مع مين؟ مع المكتب اغلب الاحيان طيب نيجي بقى للفين الفين زي ربنا سبحان الله لما تيجي تبص عليه هو رايح ناحيه الهارت فدايما شغال ايه؟ عندي كده دايما شغال ايه؟ عندي كده فكل ما الضغط هيطلع هيلاقي قوه من جلده ايه؟ من تحت تمام؟ فربنا قال ايه؟ عباره عن فرق وبتاعه في اتجاه واحد افور دايمنشن بتاعه فين؟ في اتجاه واحد هو الافور دايمنشن خلاص بيعتمد على مين بقى؟ على السنتر ده القوه بتاعته تعتمد على نفس الكوريشن وعلى مصر كونتراكشن تعتمد على نفس الكوريشن وعلى مين؟ وعلى مصر كونتراكشن خلاص؟ طيب يجي الضغط عشان كده بنسمي الضغط في مصر دي ايه؟ سكن الهارد خلاص بنسميها ايه؟ سكن الهارد الضغط طالع لفوق خلاص هو طالع كده ماشي ده الضغط يطلع والضغط فتح فوق يعدي شوية في الدم روحي راجع ايه؟ قبل كده عشان ما يطلعوش خلاص؟ وبعد كده يجي شوية بلاط تاني لو يفتح ويعدي شوية روحي راجع تاني لو فتح لتحت هيحصل عندك ايه؟ فينس ستينز هيحصل عندك ايه؟ فينس ستينز وبنسميها البانيوس فين بنسميها ايه؟ الدموي بنسميها ايه؟ بانيوس فين هي ايه؟ الدوائر اللي يجي عدوا لك عندك لما عدي خلاص هو بص كده انت خطوط خضراء ولون اخضر والدنيا زرقاء والحاجات متجمعه خلاص توصل في الجنين بنشوفها كتير تمام دي معناها ايه؟ الفينوس بدا يبوظ الفينوس بدات ايه؟ تبوظ يعني الرمل بتاع الفين مش كويس فبالتالي هيحصل لك عليه اثر على الفينوس كتير او الفينوس كتير اقل كل حاجه طالعه من بعض ايه؟ عكي خلاص كل حاجه طالعه من بعض ايه؟ عكي ماشي يا شباب وكل ما يزيد الويت خصوصا اعتقد مين الابدون اللي ابدون الهدف على مين على الجروين فينس فبالتالي هتقلل مين الفينس لتين هتاثر على مين هي ست هي عباره عن ست لو حاجه تاثرت كله ايه بيتاثر كله ايه بيتاثر طبعا الحاجات دي او الفينس لما تبقى مشاكل كبيره يعني الناس تبقى عندها فينس خفيفه خالص مش هتلاقي مش مقصره كتير لان كميه الضغط اللي فيها ايه؟ قليله لكن في ناس عندها كميه بالنسبه لي كتير هتلاقي متقصره هتلاقي متقصره هتلاقي في بيت في الورم هتلاقي مشاكل كتير خلاص قديمه وحاجات كتير الارض زي ده يبقى من الارض دي يبدا يجي بلانشات ايه؟ اسمه الارض دي لغايه لما تبدا توزع مين؟ ارض اليوز خلاص والكابيلاريز والكابيلاريز هي اللي بيحصل فيها ايه؟ الجهاز هي اللي بيحصل فيها الجهاز ايه؟ الفينز دي اصلا هي تبدا في النيوتس تبدا ليه؟ النيوتس تتجمع بين اكبر بين اكبر حتى من دي برضه ايه؟ بين دي او بطل بين كده هيحصل منه ايه؟ الدير بين الارض. وانا عارفين ان الارض اصلا متقسمه ايه؟ من ثلاث طبقات تمام؟ وعباره عن ايه؟ اسمه في مصر بيحصل لهم قابلين بيحصل لهم ايه؟ دايلتيشن ومين؟ كونتراكشن دايلتيشن ومين؟ طيب تعالوا نبص يعني ايه بلاد بريشر يعني ايه بلاد بريشر يعني ايه ايه ارتر بلاد بريشر خلاص كل الكلام ده معناه ايه سيستم بلاد بريشر هو ايه اولز اكزيبتد اون ذا رول اوف بلاد فيسلز باي بلاد از ا ريزلت اوف ايه هارت كونتراكشن بيقول هارت كونتراكشن بيحصل كونتراكشن والفورمولا تحت البلاد اللي بيحطها على الفينز او البلاد فيسلز بول بنسميها سيستم ايه؟ بلاد بريشر. طيب
نفس الفورس اللي بتكون على الماتريسز بس الفيلم ايه؟ الهارت ريلاكسيشن اللي بنسميها ايه؟ الدايستول. يعني كده على طول دايما السيستول اعلى من ايه؟ من الدايستول. السيستول ده بيحصل في الفيلم ايه؟ كونتراكشن والدايستول بيحصل في الفيلم ايه؟ ريلاكسيشن. بيحصل في الفيلم ايه؟ ريلاكسيشن. وبنسمع دايما كلمه ان ايه؟ بنخاف ان الدايستول يحصل له ايه؟ يقل. بنخاف ان الدايستول ايه؟ يقل اكتر من كنت عارف ان السيستول يعلى. معنى الدايستول قال يعني ايه؟ مفيش ضغط بدون ريلاكسيشن. خلاص؟ ضغط الدرجه الاعلى اصلا والبيدي بيقول لك الضغط ايه؟ متاثره. فدي بتخوف اكتر من السيستول ايه؟ يعني. طيب يعني ايه ايه تقطيع الضغط بريشر؟ الابعد ما بين السيستول والدايستول خلاص؟ لو انت حسبتهم حسبتهم على اثنين خدت الابعد ما بينهم ده معناه الميت ايه؟ ارتري. يعني لو كان 120 على 80 يبقى كام؟ 100. يبقى كام؟ 100. ده الميت ارتري ايه؟ بلد بريشر. الريزستنس بيسلز بنسميها ارتريوز. بنسميها ايه؟ ارتريوز. ليه هو الريزستنس؟ انها اصغر واضيق حاجه فين؟ في الارتريال سيستم. صح كده بنسميها ارتريوز. وكل ما يضيق خلاص اليومت كل ما تزيد اليومت كل ما تزود مين؟ ريزيستنس. كل ما هتزود مين؟ ريزيستنس. خلاص؟ امال الاكستشين بيسس اللي انا اسمها ايه؟ اللي هو المكان اللي بيحصل في الجهاز ايه؟ والميكرو اكستشين. المايكرو سيركيليشن هي سمول بيسس باسبر سيستم اللي هي بتتعمل يعني سيركيليشن بتحصل في مين؟ في السمول بلاد بيسس اللي هم الارض والايه؟ والجميل والجميل. ماشي؟ نيجي بقى الريسبونس بتاعت الهارت فوليوم ايه؟ الاكسرسايز اللي بيحصل في الهارت تمام؟ والفوليوم بتاع الهارت والبلاد بريشر بدون مين؟ الاكسرسايز. هل ده اكيد هل ده اكيد ايه؟ هل ده اكيد الريسبونس بتاعتنا ايه؟ هتبدا تتغير. طيب لو خدنا الشوط الثاني لايك مودريت صعبات لو قالوا الاكسرسايز اللي بيحصل فيها يقول لك أول حاجة الدستور كده توقع لو هيزيد ولا مش هيزيد؟ هيزيد صح؟ الدستور كده هيزيد ولا مش هيزيد؟ شوية دلوقتي بتعمل أيوة اكسرسايز حتى لو شوط تاني هيزيد ولا مش هيزيد؟ أكيد هيزيد خلاص أكيد إيه؟ هيزيد بس هيزيد فور إيه؟ تو مينت فقط وبعد كده هيحصل ده أول دقيقتين هيبقى مسمية ليش يعني إيه؟ إنكريز وبعد كده هيحصل عندك إيه؟ بلاتو خلاص؟ طيب هارت ريت هيزيد ولا مش هيزيد؟ طبيعي ان هو هيزيد انت بقى كنت قاعد في الريسك بقى ايه؟ تنزل مجهود فالهارت ريت بتاعك ايه؟ هيبدا يزيد عشان يبدا يغذي الاكل المصري بقى ايه؟ هيحصل لها كونتراكشن على الهارت ريت بتاعك لو كان 64 هيبقى ايه؟ 70 خلاص؟ يبقى 72 حسب صار عندها حسب كل واحد الفيتنس بتاعته حسب كل واحد ايه؟ الفيتنس وانت رايح خالص وانت خالص لو جيت تجري حتى الهارد ريت بتاعك ايه؟ بدا يزيد زياده ايه؟ عالي ده واحد فت واحد اصلا متدرب كويس بدا ايه؟ ينزل يجري حتى ايه وهو بيجري من الاول ايه مش تعبان فبالتالي مش هيسمع صوت ايه؟ الهارد بيت ده في ناس يا جماعه اول ما تاخد 10 خطوات تسمع بقى صوت قلب ده معناه ايه؟ هو اصلا مش فت يعني هو عنده مشكله تمام؟ طيب لما يزيد الدستور كوريان ويزيد الهارت ريت مين هيزيد؟ اللي هو بيساوي الدستور كوريان في مين؟ الهارت ريت بيساوي الدستور كوريان الهارت ريت كل ده هيزيد فين؟ في اول دقيقتين هيزيد فين؟ في اول ايه؟ دقيقتين بعدين هيحصل له ايه؟ طيب ليه الدستور كوريان هيزيد؟ اول حاجه هتعمل ايه؟ دماغ فوق النشط الثلاثه صح؟ فهتزود البامبنج اكشن بتاع مين؟ بتاع النشط الثلاثه بس بتاعك ايه؟ عايزين ابريتس الترم بتاعك زاد خلاص؟ اعمل ستريتش على مين؟ على القرداج مصر هيحصل لها ايه؟ ستريتش واحنا عارفين كل ما يجيك ستريتش خلاص انت بتعمل ستريتش على ايه؟ لمور هيزيد الدور او هيجيب مين؟ كونتراكشن فورس هيزيد كونتراكشن فورس بتاعك هيطلع لك مين؟ استر كوريا ايه؟ اكتر هيطلع استر كوريا اكتر خلاص عشان كده بتدي معاك
الاستراد فوليا خلاص الاستراد فوليا بيزيد نتيجه الفرص الكبيره وبيزيد نتيجه كمان ايه؟ هتكون بتبقى حاجه اسمها ستار للجلود خلاص كل ما يزيد الاسترتش على الكاردك مصر كل ما يزيد ايه؟ فرص التعقيم والتراكشن بتاعتها فده ده بيؤدي بالذات مين؟ الفيروس للتاني طيب طالما زادت الفرص الكبيره بتاعت مين؟ الدايستوريك فوليا كميه احنا شفنا كميه البلاد الموجوده معايا الدايستور ده هتعمل على مين؟ على الفيروسيتي كل ما عايز الفيروسيتي كل ما هيجي معاك ايه؟ لان دايستوريك فوليا تمام طيب الاخر بتاعك هيزيد صح؟ لان دايستوريك الاسلوب فوليا هيساوي ايه خالص؟ الاسلوب فوليا بيساوي ايه خالص؟ الاسلوب فوليا انت استريت ناقص مين؟ انت استريت انت استريت هيزيد فبالتالي مين هيزيد؟ الاستروف خلاص؟ طيب والهارت ريت زاد عندك خلاص؟ عشان انت لما تبدا اكسرسايز مين هيشتغل عندك؟ سمبثات ولا بارت سمبثات؟ سمبثات خلاص بارت سمبثات هيحصل له ايه؟ الانيميشن هيزيد معاك مين؟ السمبثات خلاص؟ واحنا عارفين من ضمن الحاجات اللي بتزود الكونتراكتور بتاع الهارت هو مين؟ لانه مسؤول عن مين؟ السيو مسؤول عن مين؟ الكهربيه بتاعت مين؟ بتاعت الهارت تمام؟ سيستوري بلاد بريشر هيزيد؟ اكيد هيزيد الفرصه بتاعتها ايه؟ زائد الصوت ده بيطلع ايه؟ زائد خلاص فبالتالي اكيد مين؟ السيستوري بلاد هيحصل له ميشن ايه؟ انكريزي فاول دي كلمه كده هيحصل له ايه؟ بلاتو كده هيحصل له بلاتو بس قال لك الدايستوليك ده لما اسوق قال لك مش في غير الدايستوليك الدايستوليك ايه؟ نو تشينج مش في غير خلاص ده هو سيو بلاد ثابت ماشي الحال ما بيتغيرش طيب التوتال بريفرنس ريزيستنس هتزيد ولا هتقل؟ ليه هتقل؟ عشان يحصل عندك بازو لا ينتج انت محتاج بلاد تروح لمين؟ للمصر عايز يروح بلاد من كل المصر في المصر حتى الارض اللي هتحصل ايه؟ بلاد اللي هتوسع كل ما توسع بالتالي الريس بتاعتك هتبدا تقل الريس بتاعتك هتبدا ايه؟ تقل يا باشا اشكال بيقول ايه؟ دايما الرياضي ما ينفعش يدخل دايما الرياضي لازم يحافظ على الهرم بتاعك دايما الرياضي لازم يحافظ على مين؟ على وزنه خلاص بقى عنده كمية ايه؟ فات كتير ليه؟ خلاص؟ ليه؟ عشان لما يحصل بارد الكريشن عنده او يكون موجود اكتيفيتي حاجة البلاد بتسمح له كويسة خلاص؟ لكن واحد يدخل واحد عم ياخد دهون زيادة ما ينفعش يكون ايه؟ رياضة لان هيزود مين؟ توتال ديفرنت فيزيكس خلاص؟ فالتوتال ديفرنت فيزيكس عليك بتساوي مين؟ تأثير البلاد بريشر على الكارديو على كارتك ايه؟ اه ده معناها مين؟ بتساوي التوتال ريفرنس. طيب قال لك التوتال ريفرنس مهم ليه مهمه؟ ده اللي هو الديكريزنج فيها مهم او بيقل عشان خاطر حاجتين اول حاجه اللي هي الباوز ديليفيشن اول حاجه ايه؟ الباوز ديليفيشن يعني مثلا باوز ديليفيشن ايه؟ تبدا ايه؟ خلاص؟ طب تاني حاجه الديكريز ريزيستنس ده بيحافظ لك على ايه بقى؟ انك تخيل انك انت الستول كوليوم زاد او السيستوليك زاد الكونتراكتيف بتاعتك ايه؟ زاد وما حصلش ايه اللي هيحصل؟ البلاد بريشر هيبقى زايد زياده ايه؟ رهيب هيزيد زياده ايه؟ رهيبه فممكن تعمل لك دم شديد كمان في البلاد بريشر لكن لما بتحصل حاجه غريبه منك بيمتص ايه؟ الصدمه خلاص انا واحد زي زي الاجابه ده انا عامل ايه؟ خرجت او وسعت او لقيت الباب مفتوح طالع من فين؟ من الباب فانا عملت ايه؟ انبسطت الصدمه بتاعتي طب لو انا مزنوق وراح حد ايه؟ لو اني بوكس في وشي وانا مزنوق في حته ولا هيحصل معايا؟ حاطط ضرب ورا حاطط ضرب قدام طب لو مفيش حته ورايا اللي هيحصل حاطط البوكس وطير لورا فالصدمه بتاعتي هتعدي نفس القصه يومين كده جاي لك البيت لقط كتيره راح اعمل فيه فعلية البشر ايه؟ يبقى هي كده مش قادرة تعمل ايه؟ تتوسع، خلاص اللي هيحصل عندك البريشر بتاعك هيزيد لو ضغطت ممكن يحصل لها ايه؟ ريبانتر، تبدا يحصل لها ايه؟ بيك داون، تبدا تدوس، خلاص؟
فالترانسفورميشن اللي بيحصل ده بيحافظك على مين؟ هو الترانسفورميشن بيزيد بس بيزيد ايه؟ بصوره عاليه، حتى لو بتزيد لك ايه؟ صوره دراميه. فلو زاد صوره عاليه ممكن يحصل له ايه؟ وما تعرفش بقى هيحصل له ايه؟ ممكن يحصل له ايه؟ يعمل لك ايه؟ سيلولار هيموريج. السيلولار هيموريج ايه اللي بيحصل في السيلولار هيموريج؟ يقول لك عايز مزيد في المخ. ايه اللي حصل مزيد في المخ؟ البلاد بريشر زاد بصوره عاليه خلاص؟ لدرجه لو البلاد بريشر نفسها ما بقتش تحمل ايه؟ الضغط بتاعه فهيحصل لها ايه؟ بدا يحصل هيموريج في مين؟ في البرين. تمام؟ البلاد بريشر تيجي من هنا خطوطه هيجيب هايبر تنسل. ماشي؟ تمام. وعلاج يا جماعه البلاد بريشر مش هتعمل بس على البرين. تعمل على البرين على الاكل او النيوتريشن واعتمد على ايه؟ على الفيزيكال اكتيفيتي، لازم تبقى ايه؟ ماشيين مع بعض، تحافظ عليهم. لكن الناس اللي هي لا فيزيكال اكتيفيتي يعني ما بتتحركش، بتعمل اكل سيء خلاص وبتدخل كمان، فانت كده بتعمل ايه؟ بتدخل نفسك بشكل كبير جدا. وباي برضه الاكسجين كونسبشن هيزيد؟ اه هيزيد. الاكسجين راح يعرف ايه؟ هيزيد. لو اعتمدت على ايه؟ على الريت بوشن برودكت. لو بيمثل الكوماني ايه؟ سيبيليش اللي هو بيساوي السيستول في الهارت ريت على 100، السيستول زاد الهارت ريت زاد خلاص، وبالتالي هو ايه؟ كمان عايز خلاص؟ يعني انت كده الدكتور محمود قلت لنا كله بيزيد معاك حاجه واحده اللي هي مين؟ ريزيستنس. حاجه واحده ما بتتغيرش هي مين؟ الكوليسترول. لكن بقى كله ايه؟ كله بيزيد بيحصل حاجه اكسبيريشن انكريز، يعني بتتعامل ايه؟ ده في الشغل تيرمي اكسرسايز، في الشغل تيرمي اكسرسايز. البلاد بريشر بتاعك هتزيد ولا هيقل؟ البلاد بريشر هتزيد ولا هيقل؟ هيقل. ليه هيقل البلاد بريشر؟ هل الخمسه لتر بتوعك ولا سته لتر هيزيدوا ولا هيقلوا؟ هيقل. خلاص بيحصل لهم كونتراكشن في الارض. اللي رايحين بيجوا ولا هيزيدوا ولا هيقلوا؟ هيقلوا. ليه هيقلوا؟ لان انت في فلويد شيفت المصل اللي شغاله دي كونتراكشن فيها واخده برد ايه؟ كتير منك خلاص؟ فلازم اقول لك مساحه انت ايه؟ تقل. يبقى حصل عندك فلويد شيفت مش فلويد تورس. حصل ايه؟ فلويد شيفت خلاص، يعني في شويه فلويد طلعوا من البلازما وراحوا على مين؟ على التشو شغال، لكن دول ما حصلهمش ايه؟ نص، معنى نص ما خرج بره ايه؟ البرد. ده معنى ايه؟ فلوس. لان هو حصل له بس فلوس ايه؟ شيك. فلازم اقول لك حاجه تبدا فين؟ شويه، خلاص؟ طيب. على اللونج تيرم موديل الدوبي فماكس معيار بيكسر سايزين هيحصل بقى. على اللونج تيرم عملها في ايه؟ بيكسر تحت تزيد. تعدي نص ساعه. ماشي؟ ايه اللي هيحصل؟ بس حاجات غريبه جدا. ايه اللي هيحصل ده؟ قال لك الدكتور كولر عايز في الاول الراجل هيحصل له بلاتو وبعدين هيحصل حاجه اسمها ايه؟ نيجاتيف دريفت. يعني نيجاتيف دريفت؟ تقلب عين خلاص، تقلب عين ايه بس مش هيقل، نرجع للمكان بدا منه هيرجع ايه؟ ايه الحاجه الكويسه كده؟ انا هو زاد وهيحصل له بلاتو، الراجل حصل ايه؟ خلاص دريفت قليل. طيب ايه اللي حصل؟ ليه قل؟ خلاص؟ وابدا ايه اللي بعد كام دقيقة؟ بعد 30 دقيقة، ابدا ايه اللي بعد ايه؟ 30 دقيقة، طب ليه يعني توقف عليه دقيقة؟ ليه بدا يقل عنه؟ ليه اللي حصل؟ هو طبيعي هو هيبدا ايه؟ ممكن يكون صح ان الفينوس ريتيرن بدا يقل بسبب الفازو دايليشن
اللي حصل في باقيه الفيزلز عشان تثبات الهيت الناتجه عن الزياده الرئويه اللي كانت في الثروب فولين. نفس الفكره هو بيقول لك الدوس عشان خاطر ايه؟ اللون شفت تعال شوف اللي بيحصل كده. بص يا شباب انت دلوقتي بدات اكسرسايز خلاص بدات مين؟ الاكسرسايز لو بدات تستخدم الجزء الثاني بتاعك يزيد صح كده؟ اديك كونتراكشن تمام اللي حاصل زي ما اتكلمنا من شويه خلاص هيبدا يزيد فبدأ السكوله بتاعك هيبدا ايه؟ يزيد هيستمر البلاتوك بتاعك هيستمر لمده كام؟ نص ساعه طيب هل توقع خلال النص ساعه كلها لو كنت بتطلع خلاص هتبقى نفس القوه؟ يعني بعد نص ساعه الاكسرسايز الارض بتاعك هيبدا يجيك نفس الفكره؟ اكيد لا خلاص يعني بعد كده وصلت كل مين؟ قال لي لن او نزول مين؟ البرنسبل اللي راجع عشان البلازما ايه؟ او الفوليوم اللي قال لي ده البلازما فوليوم بدا ايه؟ تقل طيب انا الاستروك فوليوم بتاعي بدا بيقل هو نيجاتيف دريفت خلاص نيجاتيف ايه؟ دريفت بس في نفس الوقت انا عايز احافظ على مين؟ على الجارديان اوتبوت في نفس الوقت انا عايز احافظ على مين؟ على الجارديان اوتبوت اللي هو بيساوي مين؟ كتر اوتبوت ما هو زي ايه؟ ما هو عشان كده بنقول الضغط اللي عرض هيك ايه بقى؟ بوزيتيف دريفت هيزيد ومساعد الارض دي حتى ايه؟ يزيد يعني الزبوريا بيزيد بلاتور نيجاتيف ايه؟ دريفت يقل الارض ريت بيزيد بلاتور احنا بقى ساعه ايه؟ تاني بنسميها ايه؟ بوزيتيف دريفت بنسميها بوزيتيف ايه؟ طيب هنا هيوصل لك بقى ليه البلد او الدوس كتير نقل خلاص عشان قلنا ده ايه؟ الفلويد شيفت او البلازما كلها اللي قلت طب هي قلت ليه؟ عشان التمبريتشر بتاع البلد ده عندك ايه؟ تزيد ولما التمبريتشر تزيد بتضطر عايز تعمل ايه؟ عمليه تبريد عايز تعمل عمليه ايه؟ تبريد فبالتالي هتشغل مين؟ السويتنج صح؟ ولما شغلت السويتنج كده شغلت مين؟ السكن فالسكن ده عايز ايه؟ مور بلط او محتاج مور ايه؟ سيركيليشن ففي بعض المضادات هيروح على مين؟ للبوتينيوس سيركيليشن عشان يبدا ينظم مين؟ درجه الحراره اللي زاد يعني مش هينفع درجه الحراره بتاعتك تفضل تزيد فين؟ في البادي بتاعي والا هاثر على كل مين؟ اورجانز والسيستم وده بيفصل لك ليه الفيروس ايه؟ التير بدا يقل تمام؟ الهارد ليك ده تمام عشان يبدا يغطي مين؟ النقص اللي حصل في السوق كله عشان يحافظ على مين؟ على الدرجه او الدرجه واحنا عارفين كل ما تفضل انت شغال الاكسرسايز كل ما تعمل مور سيميشن لمين؟ السيمبوساتيك سيستم السيمبوساتيك سيستم هيديك مور كارديك كونتراكشن هيديك مور كارديك ايه؟ كونتراكشن طيب زي ما اتكلمنا نوصل للهارت ريت اهو خلاص نيجي بقى السوستيك بلاد بريشر هيزيد بقى ايه؟ نفس القصه هيزيد في اول ايه؟ الاثنين بقى كده هيحصلوا ايه؟ الاثنين بقى كده هيحصلوا بلاتو تمام؟ طيب تتوقع ان هيحصلوا دريفت ولا لا؟ هيحصلوا ايه؟ نيجاتيف دريفت هيحصلوا برضه ايه؟ نيجاتيف دريفت ماشي تمام؟ عشان انك انت خلاص الدريفت بتفضل ايه؟ تزيد وخلاص صح مش في ليميتس الراجل ده ده ايه؟ ليميتس وصل لها ووقف عندها خلاص انت شغال خلاص شغال بتاعت الرادود بتاعك ايه؟ شغال زي ما هو تمام؟ وانت خلاص كنت كده وبقيت كده بس كميه البلاد جالك ايه؟ شغاله طول الوقت فبالتالي خلاص هيبدا عندك الدنيا تقف وتبدا تقل الدنيا تقف تبدا ايه؟ تقل طيب
الدياستوليك برضه الدياستوليك نوت تشينج. بلاد بريشر مش هيتغير، الدياستوليك مش ايه؟ مش هيتغير. خلاص؟ لو في اوقات بيجي بحس ان هو كان بيبدا ايه؟ يقل، بيبدا يقل. خلاص؟ لان الكميه الضغط بترجع الضغط تبقى ايه؟ في البدايه تبقى ايه؟ زياده. دي برضه اكشن بيجي. الريزستنس دي هيحصل لها ايه؟ هتقل رجلي. تقل ايه؟ وبعد كده هيحصل لها بلاتو، وبعد كده هيحصل لها كمان ايه؟ ها؟ نيجاتيف دريفت، يعني نيجاتيف دريفت. هتقل ايه؟ تاني، هتبدا تقل ايه؟ تاني، خلاص؟ الانكريمنتال ايروبيك اكسرسايز. يعني الانكريمنتال ايروبيك اكسرسايز؟ يعني ابدا ازيد التدريب لحد ما اوصل ايه؟ للماكس، لحد ما اوصل ليه؟ للماكس. قال لك لما تيجي تبص كده كله هيبدا يزيد ايه؟ الدرجة اوت بوت هيزيد ايه؟ ريكتلينير معاها. خلاص هيزيد برضه ايه؟ بالتدريب معاها بنوصل ايه؟ للماكس. تمام؟ طيب تيجي تبص على السكيل بلاد بريشر برضه كله هيزيد ايه؟ يبدي لينير لحد ما اوصل للماكس، لو وصلت للماكس هيحصل عندي هيحصل عندي ايه؟ فكل الايتمز او كل الدنيا اللي تحت الارض خلاص بالتدريب مين؟ بالتدريب لغايه لما نوصل مين؟ للماكس، وبعد الماكس هيحصل عندك بعد الماكس هيحصل عندك ايه؟ بلاتو. بنسميه دايما انكريمنتال تيست. دايما لو سالتهم في البدايه هيسميه ايه؟ انكريمنتال تيست. بدايه اول اكسرسايز الانكريمنتال ده هيبقى عامل كايه؟ كتيست. يوصل العيال بتاع الماكس فما اشوف الدنيا بتاعته ايه بقى؟ القرارات بتاعته شكلها ايه؟ خلاص؟ الدايستوليك برضه كولسترول ده ما بيتغيرش. الدايستوليك ايه؟ ما بيتغيرش. تمام؟ توتال ريفرزيست بتاعها هيحصل لها ايه؟ هتقل برضه غير الكتريميا. خلاص؟ هتقل اللي هيحصل معاه في الريفيشن. خلاص؟ هتقل ريت ايه؟ لان بقى توصل لراجل الماكس ويحصل عندك البلاتو. بلازا فوليوم هتقل ولا مش هتقل؟ لغايه ما نوصل لغايه ايه؟ الماكسيمم هيحصل عندك بلاتو. تقريبا كله هيبدا يزيد او يقل جرادولي لغايه الماكسيمم، وبعد كده هيحصل عندك ايه؟ خلاص؟ ده بالنسبه لايه؟ الافكت بتاع الكارد ماسكر سيستم او الصفوف بتاع الكارد ماسكر سيستم تو مي تو بيسس. خلاص؟ بالنسبه للشابتر اللي فات اللي يهمني في الشابتر اللي فات انا الكارد ماسكر سيستم ايه؟ الشابتر. خلاص؟ اهم حاجه كده في الاخر ايه؟ الشرط. تمام؟ تعالوا بس نعمل ايه؟ هنقراها كويس، هنقراها كويس، هنقراها الكام مره اللي قبل كويس جدا. خلاص؟ حضرتك جاي هتناقش فيهم. لو حد عنده اي اسئله في اللي حتى ده كله يا جماعه نجمع نفسنا يا شباب يا ريت. انا عارف عندكم محل صح؟ والله بعد كده ان بعد الوقت كل سنة حاضر في الكويت. ماليش دعوة من خلاص هتعتز مرة معاكم. خلاص كل دول سنة بدل حاجة الدرب جماعة مقصود في ميزة التس ومش كذا كذا. خلاص ان التدريبات دي عارفة اصلا تدريبات تمويل تمام؟